رجل يقول: طلقت زوجتي طلاقا بائنا ولم أجد مسكنا آخر، حيث ستكون طليقتي حاضنة لأولادي، فهل يجوز لي أن أسكن في هذا المسكن أم لابد من الفصل بيني وبين طليقتي بمسكن آخر؟ إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام، وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتع، بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها. أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة. ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم. ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها، فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن الزوجية السابق، وذلك بصفة مؤقتة نظرا لأزمة المساكن في بعض البلاد، حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده في هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنهما نازلان في فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا. وهذا إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام، ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم التي قد تستمر سنوات طوالا. أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق. الله أعلم.